أهلا وسهلا فيك. كيف أنا وياك غلطنا هالغلطة؟ غلطنا غلطة فيه. ومين كمان هلا بنتي علي؟ هلا مديرة المدرسة هي اللي والمعلمة. جارة تعالوا نلتقي بالعائلة كلها. خلص دور. حمد عروف نطار وأم. اسمعي. سكين. اشتروا منه. الولد بلش من زمان، صار بتقول 1970 يعني بيروت. Yeah. بلشنا من 1970 بيروت. That's when we opened 70. So نحن we wanted to keep the history alive. Mm-hmm. You know, we never want to forget our roots. So we wanted to bring the history inside of the restaurant mixed with the modern vibe. يعني so we have a history wall هون where we start. And then the modern vibe of the U.S. trends of a classic burger joint. بتفوت على المطعم عندكم بتحس حالك American diner. Yeah. معمول كأنه أمريكاني صاحبه. So if you want to see this right here, this wall on it, we have a saying: it's old school roots, new school vibes. يعني we still will never forget our roots, but we're gonna give you the best modern trends that an American classic burger joint can give you. أنا بقوله بالفرنساوي أفانغارديست، يعني أنت كنت يمكن قبل وقتك. وين ميلك شيكس أند ماري كريم بالسبعينات ببيروت؟ هيدي جبناها من هون، جاب المحوم بي من هون وحطيناها بالمحل وحصينا حصينا الإزاز. أخبرك هون نحن البنت هون كوست 20-30,000 دولار. أوكي. إجا لهون الإنسبكتور، أي شولد هيم ذيس بنت. This cost كوست مي فان، ما بفتكرش حطينا فان. $5. And he laughed. He said, "This went through the city." I told him, "Yeah." كأنه مفكر حاله قاعد بأمريكا. فأنا إحنا ذيك الأصل هيك. مهان له. أنت اللي هون كلفتك شيء $10 بأمريكا قد إيه؟ 20,000 to 30,000. هاي لك الهد من الهد. الخبرية بلشت ببيروت. محل قلت لي محل ما الناس تعرف اليوم مروش. لا هذا ايه محل مروش هون. Yeah. وبعدين هون بداروا هذا كان بداروا سنة 1969-70 لما راح بيي من هون لهنيك على بيروت بده يفتح شيء فتحنا هذا من الفرن اللي عمله راح على الدورة عند الأرمن سولوا إياها no thermostat no nothing just ولع ومشي. بعدين صرنا أنا كنت أنا ومرحوم خي كنا بالجامعة نجيب أصحابنا يجوا من راس بيروت للبطارو ويلا واحد يدل واحد. كنت أنا مع الرئيس تمام سلام والله يرحم خيه فيصل سلام and عادل دعو a lot of well known people يجوا ويجيبوا أصحابهم and الحمد لله مشي الحال. قد ايش صاركم سوا؟ 1975. قديش كانت مهم انه تكونوا مع بعض حد بعض سندين بعض تقدروا تسلطوا على السلطه. اكيد والله. I used to work زي قلت لك 23 hours a day اللي اكثر and الحمد لله ما شاء الله. اول ما بلشت كان يشتغل شغلتين ثلاث شغلات وانا I started كمان اشتغل as a assistant teacher هون. كنت علم بلبنان، انا 17 سنه علمت بلبنان. لما جيت لهون I couldn't، في عندي عائلة طويلة عريضة فما فينا and we have to نسند بعضنا يعني. رحت على الجامعة، عندي 5 أولاد، بلشت أدرس أنا وبنتي. هلأ ما هي يمكن تجي أدرس أنا وبنتي لحتى تخرجنا مع بعض. wow. يعني تصور البنت وأمها كانت بدها عم تولد وكنا بدنا نتخرج سوا، ما قدرنا نروح على التخرج لأنه أنا رحنا على we ended up in the hospital.
So this is, and I enjoy it. I enjoy it in teaching. علمت 30 سنة. I retired 8 years ago. والحمد لله هلا I went back as a part-time. يعني 3 أيام, half a days, just to keep up with the loop, stay in the loop. هدي حلو الشغل مع حلو أو صعب الشغل مع الناس اللي بيخلوا المطعم بتشوفوا ناس كل يوم فيت ناس ظهرة هذا عجب وهذا ما عجب وهذا انتقد هذا ما انتقد. Oh, the customer is always right. Whatever it is, even if we know he's wrong, but he's right. But it's very very nice, and they know when you treat them like that, they come back. They come back. نظافة ترتيب everything just looks great. وحتى الجريل يلي هيك الخبيط فينا نقول على سنين لسنين لسنين بعده كثير نظيف. What makes a good burger? في برجر وفي برجر, في برجر طيب في برجر ما بتاكل. What makes a good burger? Passion, man. Passion. Years of history. Something you don't want to mess up. You can get a burger anywhere on the streets. But what makes us different is fresh quality, daily meat, daily bread, daily veggies, and the passion that we've, the history that we've had, you know, something that we instill in our staff come in is, guys, this is not just a job. We're not just serving food. كل واحد بيفوت على محلنا يعني كأنه عائلة, كأنه جاي لعنا على البيت. So we have to make sure that they leave with a smile. And كل واحد بيفوت على مطعم جوعان. So هيك, he's angry. يلا بدي أكل. بفيلم من هون لأنه أول شيء عائلة, وثاني شيء he's like الحمد لله خي أكلنا وخلاص. That's it. So that's kind of what differentiates us is our history, and of course the quality of product that we use. ساعات قررت تعمل برجر, تعرف اليوم البرجر بياخذوا اللحمة بحطوا له صوصات وبهارات وبيض وخبز. كيف أخذت القرار تعمل برجر نظيف كلين؟ أخذنا القرار إنه we ate a lot of burgers, tried them out, honey. It's like you're eating kefta or sujar, or it's just nothing. It's just, they have to add something on it. Khubz, bayd, mustard, ketchup. We don't do that. So what our recipe is, it's a very unknown recipe. We don't tell it to nobody. All we do is salt and pepper. So don't share it. Khubz taktayi kaman. The khubz is real. It's real fried. Not ajini-less. And we spend time in stamping it. Mm-hmm. Stamping every bun is branded. And then it's toasted here in the toaster. Mm-hmm. And everything's... they cook it, and then the condiments are put here or on the table. And nobody touches it. And it's just from the grill to the mouth. انت البي الوالد الليجاسي اخذت هالمشروع كثير مهم من لبنان على امريكا. معقول الاولاد يعملوه as big as McDonald's? No, I said, I told them one first thing, first time I opened, I told them, they were still young, I told them if they did it you can do it. يعني they is McDonald's, Burger King, anyway they did it, we can do it. صحيح it's a lower budget, but they can still do it. Alhamdulillah we're doing it. We had, like I told you, we had in the mall, this place, and in Canton we got another place, in here.
هي اجمالا جاي اعمل تيستينج لبرجر، بقعد وبطلب برجر، وقز عبة الطاولة، بس روح تسأل حاله السؤال وين ببلش، شو بعمل، شفت اشي حلوة، شفت دبل باتي، شفت الليبني ستايل مع كول سلو، كتير حبيت الفكرة، شفت جوسي لوسي محشية جبنة بالمطبخ، كانت الروايح كتير حلوة، ريحة لحمة بيور، ما في ريحة زنخة، ما في ريحة غريبة عجيبة، المكونات لحمة نظيفة، شفتوها قدامكم، أخذ اللحمة مثل ما هي، حطها على الجريل مع عصا وطلعت، وشافت لحمة حزينة، هاللحمة اللي موجودة بترجع بتزم شوية بتصير على قد الخبزة، والخبزة البراندينج بيوتيفل، بطاطا مش عارف وين بدي بلش، بس بتعرف شو رح نعمل؟ رح نبلش بالسكسي برجر. ليش سميتها هيك؟ لأنه رح تشوفوا أول ما رح قصها، قصتها حلوة، وشو رح يطلع جوا؟ رح يطلع جوا جبنة، جبنة مخبية انعملت لايف على مينوت، ما كانت ولا بالفريزر ولا بالبراد. It looks so divine. لحمة عظيمة. بحب السويتنس بيجي بقلب البرجر. يعني الكاتشب شوي، إن كان الصوص شوي، قرشة الخسة. It's a simple homey burger. Simple. As simple as it looks. Coleslaw, they are proud of. قصة صغيرة، مايونيز قليل، اف مزبوط، طيبة 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 كتير، ذكرتني بالتكوسو تبع البيت عنا. and again لحمتن متكأنكن عم تاكلوا شقفة ستيك. definitely my favorite. بعد في الجيج، وين رايحين؟ على مهلكن. بعد في الجيج وبعد في البطاطا اللي كتير مشهورين فيها، سوبر مشهورين فيها. شكرا. طلعت يلا ها جيتي، هيك بنكون تعرفنا عن عائلة كلها سوا من فيلم. ايه اوكي. ايه سو خمس اولاد. خمس اولاد. وكلكم ربيتوا من هذا المحل، شغله كثير مهمه، وبعدكم كلكم مع بعض، عندكم 16 حفيد. 16 حفيد. اه الله يخليكم على قويكم. ان ثانك يو، كثير انبسطت وتشرفت اني تعرفت عليكم. انبسطت كثير، اهلا وسهلا فيك. جود باي ايفري ون، سي يو نكست تايم. ثانك يو. They are amazing. باي باي باي. لو قيت بعد اكثر بعد شي 3 ساعات فرح فرح. يلا نكست. واتس نكست؟